بسم الله الرحمن الرحيم. مع آخر فيديو لـ How to Solve، إزاي نحل المسائل، عشان بعد كده نبتدي ننزل فيديوهات لمسائل كتير تـ Applications على الإيه؟ على Chapter 1. حضراتكم تبتدوا إيه بقى بعد ما تتفرج على الخمس فيديوهات كلهم، تبتدي تفتح المسألة، ملكش دعوة بالإجابة، تحاول تحلها، تفرج عليها، بعد كده تيجي في يوم تاني تحاول تحلها، بحيث هنحاول ننزل لكم اكبر كم ممكن من الايه من المسائل. هنا عندنا مثلا طريقه في حساب الايه التوتال ريزيستنس، اسمها ايه بقى؟ ها البوينتس ميثود. البوينتس ميثود، ودي لما بيكون في المساله في سلكه فاضيه. يعني ايه في سلكه فاضيه؟ يعني مثلا ايه، عمل لك كده اهو، فالناس تقول يا مستر دي سهلة، يعني عارفين ان الكرنت ايه كله هيمشي في السلكة الفاضية وهيطنش الستة دي، لكن خلينا نتفق على طريقة ونثبتها اللي هي ايه. اول ما تلاقي في المسألة سلكة فاضية ابتدي حط ارقام، زي ما قلنا دي اسمها البوينتس ميثود. طب ارقام على اساس ايه؟ هنا مثلا بنحط رقم واحد اللي هو ايه، التيار ماشي زي ما هو اهو، فلقينا البوينت اهي هديناها رقم واحد. طب ليه دي بوينت وليه دي مش بوينت مثلا؟ يا جماعه البوينت هنا عندنا اللي هتاخد رقم لازم تكون ماسكه اكتر من ايه؟ من تو سايد. يعني دي بس طالع منها كام سايد؟ واحد اثنين ثلاثه. دي طالع منها كام سايد؟ واحد اثنين ثلاثه. يبقى دي تاخد نفس الرقم. ليه يا مستر تاخد نفس الرقم؟ لان هي بينها سلكه فاضيه. اذا طرفين السلكه الفاضيه ياخدوا نفس الرقم. طبعا لو لقيت مقاومه اهو، لو لقيت مقاومه بين نفس الرقم على طول المقاومه دي مالها؟ بتتلغي. يبقى السته دي هيحصل لها ايه؟ هتتلغي، اللي هي ما بين واحد وواحد. فكده التيار ما عندوش غير انه يمشي في السلكه الفاضيه ويعدي في السته، فتبقى خلاص كام؟ 6 اوم. طيب تعالوا مثلا نحاول نحل دي. واضح ان هي مساله فيها سلكه فاضيه اهي. نحدد بس النقط الاول، ادي نقطه لازم اكتر من تو سايد يا جماعه، كل اللي انا بعلم عليهم دول ها ماسكين 3 سايد او اكتر. طيب دي هتاخد واحد، سلكه فاضيه، يبقى الطرفين السلكه الفاضيه ياخدوا نفس الرقم واحد. السؤال بقى هنا، ها دي تاخد كام ودي تاخد كام؟ ها دي تاخد 2، لازم اكبر رقم يكون ايه؟ عنده خروج الكرنت ايه خلاص، او 3. طيب عايزين نرسم الكلام ده. اهو مثلا قولها واحد اتنين تلاتة. الستة ما بين واحد واتنين، الستة ما بين واحد واتنين، الستة هي خلاص. التلاتة دي ما بين واحد واتنين اهو، واحد واتنين في تلاتة، اتنين وتلاتة بينهم تلاتة اهو، واحد وتلاتة بينهم اربعة. طيب 6 و 3 بارلل بكام؟ ب 2. ها 2 وكام؟ ها دي 2 ولا 3؟ خليها 2 عشان تطلع رقم كويس، خلي دي 2 يا جماعه، ها نصلحها في المساله الاصليه. 2 6 و 3 2، 2 و 2 سيريس ب 4، 4 بارلل مع 4 يبقوا كام؟ ها 2 اوم. تعالى هنا مثلا، ها دي نقطه، دي نقطه، دي نقطة، دي نقطة. يبقى أول حاجة بنحدد إيه النود أو النقط. دي تاخد رقم واحد، دي مش سلكة فاضية، دي سلكة فاضية ودي تاخد رقم واحد، ها دي تاخد رقم اتنين، ودي سلكة فاضية هي تاخد رقم كام؟ ها اتنين. واضح إن المقاومة دي ما بين إيه؟ ها رقمين زي بعض، يبقى المقاومة دي شكرا هتتلغي خلاص، التلاتة دي ملهاش لازمة. وبالتالي ها نحاول بقى نبسط الايه المساله. عملنا كام رقم يا جماعه؟ ها واحد اتنين، واحد واتنين، واحد واتنين بينهم سته، واحد واتنين بينهم تلاته،
واحد واثنين منهم اثنين. يبقى ستة وثلاثة اثنين، واثنين واثنين واحد، يبقى ديها واحد اوم. خش على الفكرة اللي بعد كده اللي هي ايه، مسألة الماس بروبلم. الماس بروبلم ليها قانون، يمكن البروف بتاعه مش ايه، مش على حضراتكم، لكن نعرف القانون كويس ان ممكن يجي في المسألة يدي ايه بقى، يدي ال1 مثلا ب1 متر، ال2 ب2 متر، ها ام1 مثلا بهاف كيلو جرام، ام2 مثلا بكوارتر كيلو جرام. يبقى كده ال1 وال2 وام1 وام2، وبعد كده بنبتدي نعوض بقى في القانون ده على طول، نجيب الريشيو ما بين ايه وايه، ها ار1 على ار2. الفكره الاخيره، في بعض المسائل يديك 3 ريزيستنس و3 فولتج، فانت على طول تروح تجيب 3 كارنت. انت عارف الاي اهو ايكوال ها في على ار، هيبقى معاك في وار، تجيب اي واي واي. ولو في اتنين منهم، لو في اتنين منهم طلعوا ايكوال في الكارنت، يبقوا دول متوصلين سيريس. لكن لو في مسألة تانية اداك مثلا 3 ريزيستنس و3 كارنت، روح هات الفي، لان انت عارف الفي بتساوي ها اي ار، هيبقى معاك كام فولتج؟ 3. وبالتالي لو لقيت اتنين ايكوال يبقوا دول متوصلين ايه؟ ان بارلل. تعالوا نحل المسألة دي مع بعض. هو مدي ايه ها؟ 3 ريزيستنس اهم، ومدي 3 كارنت، القاعدة بتقول هات 3 فولتج، الفولتج بيساوي ايه؟ اي في ار. طيب دي في دي تطلع كام؟ 0.6، ودي في دي 0.6، ودي في دي 0.6، يبقى الثلاثة ليهم نفس الايه؟ الفولت او الفولتج، وبالتالي يبقى كلهم متوصلين ايه؟ ان بارلل. يبقى الثلاثة متوصلة مع الستة، متوصلة مع الايه؟ الاثنين، كلهم ان ايه؟ ان بارلل. نصيحة بس صغيرة، لو سمحتوا المسائل كلها اللي هننزلها حضرتك اهتم بيها، لو سمحت حضرتك ما توقفهاش عندك، حاول تشيرها لأكبر قدر ممكن من زمايلك، بحيث ان هم يستفيدوا هم كمان بالايه؟ بالمسائل دي. في طلبة كتير قوي مش عارفة ترتب افكارها في شابتر 1، الخمس فيديوهات دول اللي هم ده الفيديو الخامس، دول هيظبطوا الدنيا لو انت ذاكرتهم، مش مجرد بس اتفرجت عليهم. يعني انا عايزك تبقى عارف افكار شابتر 1 عامله ازاي. لو طلب مثلا اي ام اف وار صغيره او انترنال ريزيستنس، يبقى على طول هتعمل معادلتين. قانون الماس عامل ازاي؟ لو جالك 3 ريزيستنس و3 كارنت، تجيب 3 فولتج. مثلا استراتيجيه التفكير، ازاي افكر في اي مساله تجيلي، اي مساله تجيلي افكر فيها كالتالي: اي ايكوال في بي على ار بلس ار لو المساله فيها بطاريه. بعد كده ابتدي افكر في اي معلومتين اجيب الثالثه من اومز لو. بعد كده افكر في النقطة التالتة اللي هي لو عندي فولتج وبارلل، يبقى الفولتج ايكوال، يعني اي اتنين سايد بارلل الفولتج بتاعهم ايكوال. النقط دي في منتهى الاهمية، ازاي تقسم الكارنت، ازاي يكون عندك ريزيستنس مثلا ستة وتلاتة وداخل لهم مثلا 4 امبير، وعايز تعرف دخل هنا كام ودخل هنا كام. في 3 ستيبس لازم تكون حافظهم، مش هينفع، اللي هم ايه؟ رقم واحد تجيب الفولتج اي في ار، رقم اتنين فوق وتحت تحط الفولتج فوق وتحطه تحت، رقم ثلاثة تقسم الـ V على الـ R تجيب الـ I، والـ V على الـ R تجيب الـ R. ده مهم جدا، اتفرج على خمس فيديوهات كويس، خلي في ورق قدامك واكتب الايه؟ الأفكار دي كلها في ورق بالترتيب وبنظام. بعد كده خش ايه؟ ابتدي حل مسائل وشوف المسائل بتتحل ازاي. اتفرج على السولفد الأول، على المسائل المحلولة الأول الايه؟ اللي احنا هننزلها على موقع نفهم. بعد كده ابتدي حضرتك ايه؟ حل من أي مكان، وإن شاء الله خير.